النجاح وتسريب الامتحانات مقابل السرير. لما عميد في كلية التربية اللي هي أصلا بتخرج معلمين يعمل كده، يبقى الدنيا باظت. السلام عليكم أصدقائي المحترمين، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة مع منعم، نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو حضرتك مش مشترك فضلا وليس أمرا، ياريت تشترك في القناة وتفعل إشعارات على الكل واضغط لايك على الفيديو. لو حضرتك ما تعرفش بيه قناتنا التانية سرداب، حضرتك بص عليها هتلاقيها في أول كومنت. قناة إن شاء الله هتعجبكم جدا، بنقدم عليها معلومات غريبة بمحتوى ممكن يكون خفيف الدم شوية. طيب اللي حصل ان عميد كلية التربية جامعة بنها، واحنا هنا بنتكلم عن كلية التربية، كلية التربية اللي بتخرج معلمين، اللي بتخرج مدرسين يعني، وانا واحد منهم. ولكن لما يبقى عميد الكلية بيبدأ يخش في علاقة مع طالبة عنده، بس مش طالبة في مستوى الطلبة العادي، لا دي طالبة متزوجة كانت بتحضر هناك دبلومات تربية اللي هي بتكمل يعني على دراستها القديمة او الدراسة اللي في كلية تانية سابقة، يعني بتدرس في كلية التربية، وحصل ما بينهم علاقة. هنا بقى انا مش بحط التهم عليه هو، بس لان هو القيمة والقامة زي ما بيقال يعني، لان هو الحاجة اللي الناس كلها بتبدأ تعول عليها، ده انت عميد في كلية للتربية. فابتدى يخش في علاقة مع طالبة عنده كان أثناء تدريس مادة طرق تدريس. فالمادة دي كانت ضمن إطار الدبلومة اللي الست دي بتاخدها، فمش هنقول بقى طالبة لأن هي ست ومتزوجة، وعلى الكلام اللي بيقال في التحقيق إن هي على قدر من الجمال. دي راحت له كده إن هي يعني، ده الملخص لحضراتكم، إن هي مش قادرة تيجي بسبب إن هي شغالة وفي شغلها ومش هتقدر تحضر باستمرار، وحصل ما بينهم تواصل. طب نتبادل أرقام التليفونات، وخدوا أرقام التليفونات وبقى في كلام بقى من هنا لهنا ومراسلات على الواتس او على الماسنجر، وهي متزوجة وهو متزوج. وكمان ضيف على ده نقطة كبيرة جدا، ان هو عميد لكلية التربية، عميد لكلية التربية. فابتدوا يخشوا مع بعض في علاقة ويتقابلوا ويخرجوا مع بعض، وده هو السبب اللي ابتدى يفضحهم وأثار الجدل حوالين الناس اللي موجودة في الجامعة. اللي العميد دايما بيخرج مع الطالبة دي عشان هي هناك طبعا تعتبر طالبة حتى لو هي متزوجة وكبيرة في السن، مع الطالبة دي، وهي كمان ابتدت كتير يبقى في مراسلات بينهم وبين بعض، تم رصدهم أكتر من مرة. وطبعا اللي يعمل ده كله مش هيفاجئنا يعني، ويجي ساعة الامتحان ومش هيسرب لها الامتحان او هيدهولها. وهنا كانت دي برضو من ضمن الاسباب اللي فضحت الموضوع، ان الامتحان هي خدته وادته لواحدة صاحبتها، وبرضو طبعا لان هما ولا بيذاكروا ولا حاجة ومعتمدة على علاقتها بيه، فهو قال لها انا هوزع لك الدرجات مهما نقصتي، انا كده كده هعديكي في المادة. فيعني بص، في اركان كتير قوي للموضوع، زي استغلال منصب وسلطته كعميد في الكلية، وان هو بيحاول يتقرب منها رغم ان هي متزوجة. واحنا مش بنحط اللوم عليه هو بس، لا احنا بنتكلم عليها هي كمان، ان هي ست خاينة ومش كويسة ان هي تعمل حاجة زي دي، ايا كان بقى، ايا كانت الوسيلة. هو انا عشان خاطر تنجحي ولا عشان خاطر تجيبي درجة كويسة، او مش قادرة ظروفك مش قادرة تروح الكلية، خلاص بيبقى على قد ما هتنجحي انجحي، لكن ما تجيش بالوسيلة القذرة دي. وبعد انتشار الخبر تم تحويله للتحقيق وإيقافه عن العمل، ولكن استأنف على الإيقاف ده ورجع لشغله مرة تانية، لحد ما امبارح صدر قرار بتأييد الحكم بإيقافه عن العمل نهائيا، خلاص مش هيرجع لشغله تاني، ولكن مع الاحتفاظ بالمعاش اللي هياخده طبعا لما يطلع بره الشغل بتاعه. طيب الغريب بقى في الموضوع هنا، ان هو شايف انه ما عملش اي حاجه غلط، ان هو شايف ان اللي عمله ده حاجه عاديه جدا، ما فيهاش او العقاب اللي هو خده ده اللي هو يعني كانه اترفد يعني من الشغل بس مع الحفاظ على المعاش بتاعه، ما يستاهلش الموضوع ان هو ياخد حاجه زي دي. لما يبقى دي العقليه بتاعت عميد في كليه التربيه بالشكل ده، يبقى فعلا الدنيا فيها حاجه بايظه. اما يبقى الموضوع يوصل لاستغلال بالشكل ده، وهو لما يبقى شايف
شايف ان العقاب اللي هو خده ده لا يتناسب مع الجرم اللي ارتكبه، لا يبقى في حاجة غلط. وانا عندي رأيي ان فعلا العقاب لا يتناسب مع الجرم، لان اكيد اكيد انتوا لازم يبقى في موضوع اكبر من كده، او يبقى في عقاب اكبر من كده، لان غلطة الشاطر بألف، وحضرتك مش هنقول شاطر، حضرتك هنقول عميد، عميد في كلية، فدي مش حاجة هينة ولا حاجة قليلة ابدا. حضرتك رمز، وحضرتك المفروض يعني تبقى مثال، مثال للقيم والاخلاق، مثال للطلبة اللي بتتخرج من الكلية دي اللي هيبقوا بعد كده مدرسين. فاذا كان رب البيت بالدف ضاربه، فشيمة اهل البيت كلهم الرقص. وفي النهاية أنا آسف لو كنت محتد شوية في كلامي، ولكن لأن الموضوع بأمانة مستفز أكتر وأكتر، إن يبقى فيه حاجة يعني إن يبقى فيه حاجات قذرة كده، أو علاقات بالشكل ده، وكمان تخش جوه نطاق التربية والتعليم، فدي بتبقى حاجة مش اللي هي أبدا. فمرة تانية أعذروني، وكان معاكم منعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.